حرام تصفي بخلي بدك اليوم هنا واحد لاموديات مكانه فوريسيا تبع عن واحد الشكل ديال السكينه وكذا كذا يعني كاين هنا لاموديات وبات البرنامج ديالها العادي واحد الفاتحه الناس اللي ضحايا ديال الزلزال والشهداء ديال فلسطين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الإحاشات ينظمها ممثل ميوغابات العبد الضعيف وممثل الجمعية سي بن طه سي محمد. كديروا إما بقرعة ولا بالتراضي، واليوم أنا شديرو بطاقات دونك هديرو قرعة على حسب النظام ديال لي بوست. اللي حطينا في شي بوست ما خاصوش يجيو يجلس، قبل ما يجلس يشوف اللي ديالو شي يريح حتى يشوفو، واللي صار ديالو شي يريح حتى يشوفو، يكون لابس واحد الكسوة باينة على الأقل واحد الطربوشة ليمونية. واليوم ما تنضربو إلا الحلو، وتنضربو بالبار، باغي البار راه ممنوع. وتنضربوا المسافه المسموحه اللي تقتل فيها الحلو، خليه يقرب عندك مزيان وقدامك بواحد الزاويه ديال 30 حتى 60 درجه. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم اولا. وحنا تنحاولوا نخدموا بواحد لا ليست فيكس ديال الناس اللي تنعرفوهم، هما اللي يكونوا معنا دائما في اي حاجه، الناس اللي هما تيلتزموا وتيكونوا فيهم واحد الروح ديال المسؤوليه. والهدف ديالنا هو من الاحاشه ديال الحلوف هو قلوا من الضرر ديالو ومن الخطر ديالو على الساكنه ومن الضرر ديالو على الاراضي الفلاحيه. دونك التزموا ونحاولوا ان شاء الله نتفرجوا، ولا ما ضربوش انايا وداز الحلو نخلي صاحبي لافونتاج عاوتاني باش هو يقيسو، ولا ما قاسوش يقيسو اللي حداه. والهدف هو اننا كاملين نتفرجوا ان شاء الله ودوز الامور بسلام. ومرحبا بك. ثلاثة عشر جالوس نيجا بوس نيجا الى الرئيس لا ليست لازم تعمل ها يس شحال شحال زيد لنا هي الطلعه هم ترى سهله.
صافي الله يجعل بركه.